طول الليل مش عندها لحمية يا حسن تعمل عملية ما خايفة لا تموت ده كلام انهزامي ما حبوش احنا عندنا اعظم دكاترة واحسن مستشفيات ثم انا عامل حساب لكل الاحتمالات حتى الحانوتي والفوقها معايا حسنات يا شر بعد الشر عليها شر ايه هو في بعد كده شر صباح الخير هلا صباح الخير طبعا حضرتك ما نمتيش طول الليل علشان بتحل الكلمات المتقاطعة ايوه يا اختي متقاطعة قوي ملهاش اي حل عمركم ما هتتجوزوا الا اذا سمعتوا كلامي هتيجي اتمرن عندي في المكتب الشهادة بتاعته دي مش هتنفعه ببصلة يا ابني ده معاه معهد تربية مش لسانس حقوق مش المهم الشهادات المهم التمرين والتمرين مع واحد محامي زيي طب خليه بقى يتمرن مع محامي عادل عارفه عطيه انت زوجه ممتازه كامله مش ناقصه غير حاجه واحده عارفه اعمل عمليه اللحميه وده بعدك لا 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 دي هتعمليها هتعمليها بالذوق هتعمليها بالعافيه هتعمليها انا قصدي على حاجه تانيه انك تؤمني بعبقريه جوزك يا اخويا بابا النهارده اول الشهر يا حبيبي قلت لك 100 مره ما تقوليش بابا يا راجل انت اتجننت ده مش ابنك ده ولا ايه وبعدين يا بابا يا ابني بابا انت مش شايف طولك اللهم صل على النبي انت هتقرع الواد يا بابا يا حبيبي بابا مين ده انت اللي بابا ما تزوغش من الموضوع انا فاهمك كويس وطي قبل ما ابوسها النهارده هتتحل كل المشاكل هجيب لك العجله قصاد التلفزيون والثلاجه هتدفع انا النهارده هلعب اللعبه الكبيره ماما يعني ايه اللعبه الكبير اوعي تسمعي كلامه وتخلي فتحي يشتغل معاه ما يمكن النحس يتفك واتجوز يا عطيه يبقى عمركم ما هتتجوزوا واذا اتجوزتوا هتعيشوا على السبانخ انت
بتحضر شنطة هدومك ليه؟ انت ناوي تعملها؟ ملهاش حل. وعاوزة فتحي يتمرن معاه؟ عارفة يا عطية، قبل ما اتجوزك كنت عامل حسابي ان انا اكون زعيم او رئيس جمهورية علشان اصلح احوال العالم. وايه اللي خيبك؟ بعد ما اتجوزتك لقيتك انك انت لو بقيتي ملكة او مرات رئيس جمهورية هتفتري على العالم، قلت يا بلاش الطيب احسن. لا يا فالح الجدع انت، وانا خلي ناس تعملي تمثال في ميدان التحرير. حتى انت عطية طمعانة في ميدان التحرير؟ وانا اعمل لك ايه؟ انت لسه ما لبستش؟ نهارك اسود لو صرخت النهارده من المدرسة، ودي لأقول لزمايلك ان امك اسمها عطية. اوه يا فتحي، وانا هشرح لك في التليفون يا اخي، انت ما بتفهمش الا لما ارسم لك على الورق. اخدت شرابي؟ ايه اللي اخدت شرابك؟ امبارح تقولي لي خدت مش فاهم ايه، والنهارده تقولي لي خدت شرابك، جوزك يقول ايه عليا؟ اه هتيجي ولا مش هتيجي؟ هو جاي؟ قولي له يغسل سنانه بالفرش قبل ما يجي. ما تجيش يا ابني، انا اللي هفوت اخدك. تعالي هنا. ايه؟ تعال. اسمعي بقى، ده رابع عريس تطفشيه مني عشان اقعد اخدم لك في جوزك وابنك الشحط ده، المره دي مش هسمح لك ابدا. ايش بعيبه يا ابني، ما تشفط كرشك، مالك متنفس كده انت راخ. من القاهرة. ازيك يا زينب وازاي يا امي؟ انت مش جايبين سبانخ ليه النهارده؟ ده اجمل خضار في العالم السبانخ. لما يكون باللحم. والله لما يبقى بالبيض يبقى احلى، وساده يبقى احلى واحلى. هو ده بقى عطية البليل مائي. بدل ما تتفلسف اتجدعن وخلينا نعزل من المخروبة دي. اتجدعن ازاي اكتر من كده؟ ده انا ماشي على طراطيف صوابع اهو. صباح الخير يا عم ابراهيم. صباح الفل. عندك سبانخ؟ مش مرسمها يا ست. طب اديني حزمتين ملوخية وتعالى حاسبني في الفسحة. اي خدمة. لا دي وحشة يا ابني. ماشي، اي خدمة خدامك. يلا بسرعه روح عند اهل فتحي، انا ما احبش المساعد بتاعي يوصل المحكمه بعدين. حمامه ايه؟ حد يقول حمامه، قولي طياره، صاروخ، الحمام ده بقى بطيء. طيب يلا سيب الشنطه روح على المدرسه بتاعتك. لما ركبك تاكسي يا بابا. يا دي النيله على بابا، انت بتستقصدني يا حبيبي. يلا اجري على المدرسه بتاعتك. عملت لك حاجه على السرعه عشان تاخد النادي؟ الله ايه بلاش تفتح في وسط عيالنا؟ تفطر وسط ولادك كمان؟ ولادك صيع ما بتودهمش مدارس؟ السرقه اللي بتسرقوها دي كلها وما بتعلموش ولادكم؟ فتح المحكمه. لازمتها ايه المحكمه بس يا سعاده البيه؟ اتفضل على المحكمه. القضيه خلاص هتبتدي. ادفع البونديرو واسيب له بيتي جنيه. هات الشنطه. حاضر جاهزين يا استاذ. شهود ايه ده؟ قضيه منيله بنيله. يعني ايه يا استاذ؟ تدفع 50 جنيه دلوقتي و 300 جنيه بعد حكم البراءه على طول. يعني عايزني ادفع 350 جنيه يا استاذ؟ دي اتجار في عمله يا سيد. طيب انا هدفع 50 جنيه دلوقتي و100 بعد الحكم. انا همشي. نتفاهم يا استاذ. 50 جنيه دلوقتي و150 جنيه بعد الحكم. حاضر يا استاذ. تدي للمساعد بتاعه 10 جنيه واي كلمه زياده هاخد الشنطه وامشي. حاضر حاضر. فتحت الجلسه. اتفضل يا استاذ، قضيتك نمرة 35 وعندنا 175 قضية في الرول. بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس، حضرة المستشارين. إن القضية التي أمامنا قضية بسيطة جدا وواضحة تماما. فالمتهم ضبط وهو يتاجر بالعملة الصعبة، والأدلة ثابتة، والسجن مصيره لا محالة. الله يخرب بيتك يا أستاذ. ولكن ولتسمع عدالة المحكمة أن أبين بعض النقاط قد تكون خافية على العامة ولكنها بالطبع لا تخفى عن سيادتكم. هل من العدالة أن نعاقب متهم على جريمة نحن نرتكبها جميعا؟ أنا لن أتكلم عن الحكومة. بقول لك إيه؟ اصطبح وقول يا صوت. سيادة الرئيس أنا بقول لن أتكلم عن الحكومة. فالحكومة عندنا يا حسن. سيادة الرئيس أرجو من عدالتكم أن تسمح لي أن أنا أكمل مرافعتي. اتفضل اتفضل يا سي حسن. فالحكومة عندنا تتاجر في السوق السوداء للعملة. يا حسن. سيادة الرئيس أنا معايا أدلة. أنا آسف لعدالة المحكمة،
انا عايز اقول ان الادله اهو يا فندم، اهو سياده الرئيس، في عندي قرار من البنك المركزي رقم 84 لعام 1977. في كمان يا فندم، خد اديله البتاع دي يمكن تنفعه. عندي قرار يا سياده الرئيس، في قرار اخر، قرار من هيئه الاستثمار رقم 18484 لعام 79. في كمان عندي قرار يا سياده الرئيس، انا احب اوضحه لسيادتك، في قرار هام جدا. ايوه اهو يا فندم، قرار وزير الاقتصاد. خلصنا يا حسن. اللي انا عايز اقوله يا سياده الرئيس ان الحكومه بتاعتنا حكومه رشيده، حكومه رشيده حقا، بتجمع الفلوس والعمله الصعبه من السوق السوداء من اجل مصلحه هذا البلد. ومن منا ضد مصلحه هذا البلد؟ ها؟ لا احد بما فيهم هذا المتهم. ولكن ايضا من منا لا يتعامل بالعمله الصعبه؟ إن أريد أن أقول يا سيادة الرئيس، من في هذه القاعة لا يتعامل بالدولار؟ القضية أيها السادة تحتاج إلى ضمير أكثر من حاجتها إلى قانون، تحتاج إلى روح العدالة أكثر من حاجتها لتفسيرات محكمة النقد. سيادتك عندك ثلاجة 16 قدم؟ أيوة. جبت الدولارات بتاعتها منين؟ من زمان. وحضرتك؟ يا عجوز. وسيادتك؟ قلبت كتاب في الكويت ودفعوا لي ثمن هناك. وهربت من الضرايب. وهكذا يأتي السؤال أيها السادة، إذا كان رب الضارب الدف ضارب، فلماذا لا يرقص أهل البيت؟ موكلي كان يرقص، وليس هناك قانون أيها السادة يمنع الرقص. هل هناك قانون يا حضرات المستشارين يمنع الرقص؟ ندب، أنا بهرب من الضرايب يا حسن، أنت عاوز توديني الداية؟ حكمت المحكمة ببراءة المتهم وحبس المحامي لمدة شهر. ممكن دخل. تقعد في المكتب ما تتحركش. المواعيد من 10 ل 1 ومن 3 ل 6، مالكش دعوه بالتوقيت الشتوي. حاضر يا استاذ. اي حد يسرع عليا انا في سويسرا بترافع في قضيه افلاس البنك السويسري الدولي. ال 200 جنيه تديهم لاختك، 100 عشان عجله الواد، و50 جنيه للاقساط، و50 جنيه تشيلهم لعمليه اللحميه. بنت حسن، انت كسبت القضيه؟ طبعا، مش شايفهم مرحلين على السجن. تكنيك غريب في الدفاع ده. طبعا ليكم حق تبوزوا يبقى حالكم بالبلد. كل ده عشان ما عرفتوش تنقوا المحامي بتاعكم. المحامي نص القضية يا سادة. حسن عبد الرحيم المحامي، خمسة شارع فؤاد زغلول. حسن عبد الرحيم المحامي، خمسة شارع فؤاد زغلول. حسن عبد الرحيم المحامي، خمسة شارع فؤاد زغلول. زمان. زمان ايه يا راجل؟ انت كنت هنا السنه اللي فاتت. والله وحشتنا ايامكم اللي زي النيل يا عبد الجبار. خد منه الشنطه عابد. يلا يا مسجون الدعاء. يلا هات الشنطه. اهلا بالوحوش. ازيك يا عربي؟ اهلا. ازيك يا مستر حسن؟ ازاي؟ الحمد لله. ازيك يا اخويا؟ الحمد لله. ازاي امك؟ يبوس ايدك. ازيك يا زينهم؟ قول. ها دوت شاب ولا لسه؟ لسه يا متر. يخرب عقلك، امال هتعيش حياتك الطبيعيه ازاي؟ حط انت السماعه يا حيوان واديني الخط. مين بيتكلم؟ انا مفتش مصلحة السجون يا كلب. امرك يا فندم. مين معانا بقى عشان هنتسلى عليه؟ محدش جديد غير واحد اسمه حسونه محرم، واخد 99 سنه في قضيه مخدرات. حسونه محرم، حلو ده، حلو. مين تاني؟ سليم ابو زيد. اوبا سليم ابو زيد طارت عليه الايام وجه.
ايوه اديني المتر وحياتك. انا المتر. انت المتر ازاي يا حيوان؟ هو ده الكلام اللي قلته لك يا فتي؟ مش قلت لك المتر في سويسرا بيحضر قضية البنك السويسري الدولي؟ انا اسف. دور لي في الجرايد القديمة على قضية واحد اسمه حسونة محرم بتاع مخدرات، عليه مجموعة أحكام 99 سنة، عايز كل المعلومات اللي عليه. حاضر حاضر يا أستاذ. هو جه إمتى؟ في مشير السنة اللي فاتت. فين أخويا؟ في مشير السنة اللي فاتت. في مشير؟ بيتكتب عندكم في الورق الرسمي مشير؟ في مشير. يا ناير يا حيوان، مش ينفع تخش على سنة 30. جبار. انا نمره برضو يا حيوان. مين؟ متر حسن. ازيك يا مليم؟ ازيك انت؟ ازاي امك؟ امك تعيش انت؟ من اكل مخدرات. نتقابل في الطابور يا حلاوه. ماشي يا عسل. امال فين زلزالة حسونة حرم اللي قدامك دي؟ مساء الخير. معقولة حلاوتكم دي؟ ده انتوا حاطينه في زنزانة خمس نجوم. مين بيتكلم؟ بيسأل حضرتك مين؟ ما هو يخرج ليه؟ ده جاب نسوان في الزنزانة. وبعدين بقى؟ مين اللي بيتكلم؟ بيسأل حضرتك مين؟ نعم يا حبيبي، نعم يا اخوي. لا لا لا، ده هو يا بيه. اقدر اعرف مين بيتكلم؟ ما قلت لك انا مفتش مصلحة السجون يا حيوان. ازي الحال؟ طب احط العروسة وافاهم سعادتك؟ قصدك تتفاهم مع سعادتي. أمال لما حضرتك مفتش
لابس كده ليه؟ امال اعمل زي غيري؟ كل ما اروح في حته اليهم اهلا حضرة المفتش، نحن وراءك يا سيادة المفتش. اشرب اشرب يا راجل اشرب يا شيخ، يا بلد عجيب اشرب. عبد الجبار راجل انت، تعال اقعد بلا عبد الجبار بلا بتاع، تعال تعال. بقول لك ايه، انت مش مفتش ولا حاجه، انت ايه بالظبط؟ انا اللي هطلعك من 99 سنه سجن يا حسون يا محرم، يا صاحب ورش السفن في الاسماعيليه، يا امبراطور الجمارك في اسكندريه. الله الله الله، ده انت متفطم بقى، مين اللي بعتك يا فالح؟ متفطم ده ايه؟ ده انت اخبارك ماليه البلد. هما كتبوا عني في الجرايد؟ من غير ما تكتب الجرايد، ال 12 مزرعه فراخ اللي عندك مالوا البلد بيض. البلد هتمشي الشحسون. بس انا مفيش حاجه باسمي. هو انت في حد في عليكم ما كتبتلوش شركه باسمه؟ دي بلد حسونه مش عزبه يا حبيبي. هي بلد ابوك. اسمع، انت هتقول انت مين بالظبط ولا؟ بلاش الازازه بلاش الازازه كده، السلاح يضل، وبدل ما يبقوا 99 سنه يبقى اعدام. حسونه، لاخر مره بقولها لك، انا الوحيد في مصر اللي يقدر يطلعك برا. عبد الجبار! لو وصلتني ابقى خبط على الحيطه اللي جنبك. والله العظيم راجل سكره سكره. انا اسف اتاخرت عليك يا عبد. حطيت لك حاجاتك كلها جوه. اي حد يسال عليا اقول له مش موجود. طيب. شوف حسونه بيعزك فيه يا عبد الجبار. ازاي تدخله من غير اذن يا زف؟ ازاي تدخله من غير اذن؟ انت مين يا جدع انت؟ قلت لك انا اللي هطلعك من السجن، ولو عاوز تعويض عن السنه اللي انت قضيتها هنا اجيبهولك. بس انا مسكوني بجمالين حشيش. مالكش دعوه انت، ده شغل انا بقى. وسيادتك بتشتغل ايه بالظبط؟ هكون بشتغل ايه؟ تمرجي؟ محامي. ما اسمعش عن حسن سباني في المحامي. صبانخ، في محامي اسمه صبانخ. ايوه في محامي اسمه صبانخ، مش احسن يبقى الجحش ولا الجعر؟ مش في عائلات الجحش والجعر؟ طب لما تبقى خبيزه ابقى اجيلك. غصب عنك هتجيلي، رد الباب وراك. انا شويش، ادخل انت، انت اللي عليك الدور. ازاي بقى؟ ده في اربعه قبليها شويش. مالكش دعوه انت يا متر، خليك في نفسك. ولا يمكن ان يكون بعدل حتى قضاء الحاجه في تفرقه اننا نطالب بتطبيق مبادئ حقوق الانسان. هم كانوا بيطبقوها بره لما هيطبقوها هنا. جرايه يا حبيبي، انت شيوعي يا ابني. ده اخوان مسلمين يا استاذ، ما انتش شايف دقنه. طب وايه يعني؟ ما كارل ماركس كان مربي دقنه، ولا عايز تقول ان ماركس كان اخوان مسلمين راخ؟ ده باين عليه محامي حقيقي يا عبد الجبار. امال ايه؟ ده محامي كبير قوي. ان الفصل الرابع من ميثاق الامم المتحده الخاص باعضائها ينص على حقهم في التخلص من بقاياهم بطريقه ادميه ومتساويه، كما ان المغنى كارتا تنص على حقيقه المواطن في التعبير. واحنا بقى لنا اربع ساعات يا ساده واقفين، هنعبر على روحنا. انا هموت. عارف ما ياخدش قضيه من قضايا الناس الاكابر الا لما يكسبها، بس ايه؟ بيقسم وسطهم، والناس اللي مش اكابر بياخدها ببلاش، بس بقى بيخسرها. ليه؟ بيقول ان قعدتهم في السجن احسن من العيشه الهباب اللي عايشينها بره. ده فاهم بقى. السجن تهذيب واصلاح، اي نعم، لكن ما حدش قال انه قله راحه. ودي بيوت راحه، وعدم تواجدها بالعدد الكافي
والشكل الآدمي ليست له علاقة بالتهذيب والإصلاح، ولكن له علاقة بأمراض البروستاتا والإمساك المزمن وريحة عرق كل زنيلة. معايا ولا مش معايا؟ واقف هنا ليه؟ مش عايز حد يتنح. لما أقول لك إيه؟ نعم. حسونة بيه عايزك عنده حالة دلوقتي. طب قول لي اديك مفتاح الدورة المايا اللوكس وحتى ابوك نحس سنان على الآخر. طيب امسك نفسك. ولا أنا غلطان يا رجالة؟ الانسان يا مجرمين، انت حاطط على هو الانسان برضه، لما انت عاوزنا هنا تقتله وتسرقه، ولما تسجنه كله هو الانسان. افتح للزيارة. احنا مش مسؤولين يا اكسلانس عن احلامهم، كنا هنجيب لهم رخام يكفي السرعه دي كلها منين؟ ما استوردتوش ليه يا فندم؟ وركزوا على الين الياباني، في حاجه اسمها ثبت العملات، شوفوا لنا بيتعمل فين ده. عطيه اوعى اوعى. اهو يا عطيه، ايه اللي هيقبض من البهدله اللي انت بتعملها دي؟ العجله مش عايزينها، التلفزيون مش عايزينه. في عيش وحلاوه بقى. ازيك يا عصمت؟ ازيك يا حيوان؟ ازيك يا وحش؟ اطلعي فوق يا عطيه. ليه حسن؟ اطلعي يا عطية. في ايه يا حسن؟ بابا يا بابا يا دي النيلة على بابا، يعني حبكت حبكت بابا دلوقتي؟ انا مش قلت لك 100 مرة حسن ما ردك معروف؟ نطلع يا حسن. نطلع عطية، نطلع عطية. ايه في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ خلاص يا عطية حبكت هنا. ايه حبكت؟ ماله حبكت يعني؟ اقولها على اللي بيحصل في المكتب مع الحيوان ده؟ عصمت شفاف البنت ازاي عود الكبريت يا عصمت؟ الزيارة انتهت. نطلع عطية. يلا يا حسن. الله، انت مش سامع يا متر ان الزيارة انتهت؟ ايوه بس دي عطية. يلا يا متر ما توديناش في ده. دي عطية يا عبد الجبار. مع السلامة يا حسن. ما تنسيش تجيب العجلة للواد يا عطية قبل قوانين الجمارك ما تتغير وتبقى بسعر الموتوسيكل. شكر وتشكر يا احسن ماما في الدنيا. مع السلامة يا ألذ ابني في العالم. هات بوسة انت كمان يا اخويا. يلا مع السلامة يا عطية. مع السلامة يا عزمة. عزمة في عطية. اللي مجنني يا عبد الجبار مش عارف ليه حماية سماهم على اسم رجال. انت ما جيتش ليه؟ مش طلبت المفتاح وبعتهولك؟ انت اللي تجيلي يا حبيبي مش انا اللي اجيلك. ايه ده؟ انت ما تعرفش حسونة محرم ولا ايه؟ حسونة ده ايه؟ الجرى ايه؟ عمرك اكلت سبانخ؟ ما احبش السبانخ. جربها يا حبيبي. يلا يا عمر. ده تكنيله في شكلك. اتفضل يا سيد حسونة. يعني معقول اخش قبل سيادتك؟ اتفضل. اهلا بيك. اتفضل يا سيد حسونة، اتفضل. يبقى هولي الزنزانة يا عبد الجبار. حاضر. انت مش قلت هنقعد عندك؟ يا ريه هناك فظيع يا حسونة، قلت عندي هنا احسن. عندك فين؟ وبعدين 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 يا حسونة تشرب كونياك؟ لا. تاخد نفسين؟ انا عاوز افهم. شوف حسونة، البلد مليانه حاجه اسمها مراكز القوى، صح؟ صح. في عندنا واحد منهم هنا، صح؟ صح. هنستغل الحكايه دي ونطلعك. مش فاهم. طبعا مش هتفهم، لو كان ده يفهم كنت انت فهمت. خليك مؤدب بقى. حسونة سلم لي دقنك. نعم يا اخويا. جرى ايه؟ ما انت بتحلق دقنك كل يوم وهتفضل 99 سنه تحلقها. سلمها لي شهر. سلمتك دان. انا بقى مش عايزها. يا نهار اسود. انت يا جدع نهار اسود ايه؟ قول يا نهار فل. يا نهار ابيض. ده احنا نهارنا عسل. كلام مين ده؟ ده انت من حسن حظك انك انت قابلتني. عليك حاجات. اولا
تديني 4000 جنيه اوزعهم على الناس اللي هيمثلوا معايا التمثيليه. انت ساكت ليه؟ قلت ايه؟ اديتك مش بالكلام. دول 99 سنه يا راجل. كاش. خد ما نشوف اخرتها ايه. تكتب لي الشيك ب 5000 جنيه عند البراءة. نعم يا اخويا. في قضية من غير أتعاب يا حسونة. اوكي نكتب لك. في حاجة تانية؟ تستعمل سلطاتك في إن أخرج بكرة 6 ساعات. حاضر، في إيه تاني؟ تسيب لي الزنزانة أقعد فيها علشان أقدر أدرس القضية في جو مناسب. أهو ده بقى اللي مش ممكن. 99 سنة يا حسونة. أوكي. 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 والله بقيت بتتكلم إنجليزي وبقى ليك فورمة يا حسونة بعد ما كنت بتشيل القصعة. بلاش حكاية القصعة دي هنا بقى. أنا استشرفت يا فندم، فرصة سعيدة جدا. مع ألف سلامة. مع ألف سلامة. اعتبر القضية قضيتي يا حسونة بيه، ده مكتبك في أي وقت اتفضل. أنا استشرفت. وصلوا يا عبد الجبار. مع ألف سلامة. اسمع بقى لما أقول لك. مرة تانية تجي لي لحمة مذبوحة بره السلخانة حتى فيك تقريبا، فاهم؟ حاضر يا بيه، حاضر. حاضر يا بيه. يلا. انت واخده ده؟ ما تبقاش بخيل بقى امال. يبقى عدى عليا بعد ساعتين مستنيك. اديني علبة سوبر بالتسعيرة والزيادة مليم حواديك في داهية. اسلم معايا يا حبيبي شوية. الو؟ ايوه مكتب الحاج مصطفى المأذون. اديني الحاج. مش موجود. طب اديني الوكيل بتاعه. ايوه من فضلك انا حسن عبد الرحيم المحامي. انا عايزك تجيلي ومعاك دفتر الجواز. لا دفتر الطلاق بعدين. مع السلامه. يلا يا حبيبي. ايه متر حسن؟ ايوه يا حبيبي متر حسن. فيها حاجه؟ ايوه انا متر حسن. يا متر حسن ابوس ايدك. الاسانسير يا ابني. ايدك. انا رافع عندك قضيه بقالي 20 سنه. الاسانسير يا حبيبي. قضيه الطلاق بقالي 20 سنه وجوزي رافع قضيه عاوز ياخد حكم ناشط بالتاجيل بتاع حضرتك. عامل لك ايه؟ ابقى ناشط من غير حكم. قضيتك سهله والحق معاكي. شوفي لك قضيه صعبه تكوني فيها مفتريه وانا كسبها لك. بقول لك ايه؟ حط لجوزك سم في الاكل وانا اطلعك براك تنام. الاسانسير يا ابني.
شاء الله ما شاء الله يا حلاوة يا حلاوة الحلاوة. الحمد لله على السلامة. ما أنا مش فاتح مكتب، أنا فاتح مواسع عمومية. المكتب ده طول عمره نضيف، مش بتاع الكلام الفارغ ده. اتفضلي. الألفين جنيه دول عربون خلوة رجل الشقة تبوسوا بعض فيها زي ما انتوا عايزين. معقولة؟ مش معقولة ليه؟ مش بشتغل معاه. نعم أخويا. شوف بقى أنت وهي. الألفين جنيه دول أول دفعة. ولما أخدوا الحكم ويتم الطلاق ليكوا كمان 2000 جنيه. حكم بالطلاق؟ حسن أوعى تكون لا 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 حد يتجوز واحدة اسمها عطية وطلقها. أمال إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت فاهمة حاجة يا حسن؟ طبعا مش هتفهم حاجة. شوفوا، في واحد مسجون اتظبط بجمالين حشيش عليه مجموع احكام 99 سنة. احنا هنقول ان القضية دي من فابريكالو. ازاي؟ هنجوزه عصمت. ايه؟ نعم. اسمعوني اسمعوني بس. احنا هنعمل قسيم الجواز تاريخها من 10 سنين، وهنقول ان سليم ابو زيد. مين سليم ابو زيد ده؟ بتاع مراكز القوى يا جهلة. هنقول ان سليم ابو زيد راودك عن نفسك فانت رفضتي، ففبرك القضية دي لجوزك. ده اللي هو تاجر الحشيش؟ اسم الله عليكي. هو ايه اللي اسم الله عليكي؟ رقبتي رقبتي يا حيوان. يا حبيبي ايدك كده جامدة عليه قوي. اسكت انت خالص، انت ناس انها مراتي عايزها تتجوز عليا. يا ابني ما حدش هيعرف سمو ان هو هيطلقها في دي جلسة الحكم البراءة. هموت يا عصمة. افرض ما طلقش يا حسن. يا حبيبتي رقبته في ايدي زي ما رقبتي في ايد الحيوان ده. على جثتي على جثتي. دول 4 سنين في السعودية بعلم العيال بسرعة علشان احوش واقدر اتجوزها. ده انا دافع فيها دم قلبي. يا ابني دافع في ايه؟ هي سخان بالكهرباء. سيب رقبتي يا حيوان عشان اقدر افهمك. مش عاوز افهم ومش شغال معاك. الله فتحي فتحي. واقفة ليه؟ اجري حاولي تقنعيه. اقنعه ده ايه؟ يا حبيبتي اقنعيه. مش عايزين تتنقلوا وتتجوزوا؟ الجواز في حاجات الذ من البوس بكتير. يا دي النيلة اجري ورقني عليه. لا اله الا الله لا اله الا الله. فتحي يا حبيبي افهمني بس. مش هتتجوزي عليا يعني؟ مش هتتجوزي عليا وكمان قولي له ده اصلا قصده يساعدنا يتجوزه مراته. وكمان قولي له اني مش عاوز ابقى محامي. ايه رايك بقى؟ وهنجيب حلاوه رجلي منين؟ يغور بفلوسك. هسافر السعودية علمهم كورة. كورة ايه ده؟ انت بتاع مصارعة. افتح يا اخويا. تلاقي خش يا فتحي افهمني، عايزة اتجوز بقى. العمل وشرف. نحن نعمل من اجل الوطن. الباب المفتاح. تربس الباب المفتاح. انا مش راجع النهارده. فوتوا عليا بكره. فوتوا عليا بكره. فوتوا عليا بكره. حسن ريحتك لحمه يا ابو علي. مالها اللحمه؟ مش احسن من ريحه الطعميه؟ مين معاك يا عبد الجبار؟ المت. عملت ايه يا مت؟ انا مش فاضي لك وحياة ابوك. بص 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 عبد الجبار. رايح فين؟ بتنضف الاوضة يا راجل. يا متر الراجل يزعل. يا راجل ما تسألش فيه، مش كان فارق. اوه اوبا التكييف بايظ يا عبد الجبار. رحمة ربنا يا متر. زلزالتك اللي قاعد فيها حسونة المجاري ضربة فيها. الله يكون في عونه. عارف يا عبد الجبار؟ أنا عايز أقول لك على حاجة. الانسان لازم يعيش حياته الطبيعيه. وانت كده عايش حياتك الطبيعيه؟ طبعا. امال انا كنت في البيت بعمل ايه يا عبد الجبار؟ الحياه مقرفه جدا يا عبد الجبار،
والغريبة انك انت لو رفضتها علشان مقرفة هتبقى مقرفة اكتر. طب والحل؟ الحل ما تنساش تبقى تغير له المية. ها؟ ايه؟ الحل بسيط، انك تعامل الحياة بقوانينها علشان تتمتع بجمالها. عبد الجبار مش فاهم. المجتمعات المتخلفة عبد الجبار ما تعرفش حاجة اسمها العلم، واي محاولة لتغيير حركتها بقوانين علمية تعتبر محاولة غير علمية في حد ذاتها. علي النعمة انا حمار ولا فاهم حاجة. عشان كده بكلمك، لانك حمار. كلكوا حمير هنا، محدش فاهم. انت يا ابني روح هات الحمار اللي بيزعق هناك ده. الله يخرب بيتك عطوي. انا عارف بتعملي الحاجات اللي بتعمليها دي ازاي. عليها حاجات. اسمع، انا لما اندهلك تجيني على طول، مش تسيبني ملطوف في الزنزانه كده. اقعد يا حسون، اقعد. الحب شيء جميل يا حسون. عارف اجمل حاجه فيه ايه؟ اقعد يا حسون، اقعد. اقعد يا حبيبي. تعرف يا حسونه، الستات دول هديه من عند ربنا، حتى ولو كان في مناخيرهم لحماي. عارف لو طلعت بتلعب عليا؟ العب على مين عبيط؟ ده انا حاسس زبانخ. ما هو اللي زيك ممكن يبقى ما عندوش شرف. غلط. اللي زيي لازم يكون شريف، لان الزباينه حراميه ومرتشين وتجار مخدرات، وكلكم عصابه واحده. حقيقي ما بتقبلوش بعض. لكن سبحان الله يا اخي، واحد منكم يقع تتلموا كلكم وتدافعوا عنه. عشان كده ما اقدرش اضحك على واحد منكم. القطع عيش ده لو ما اتقطعتش رقبتك. شفت بقى انك انت الاقوى. دلوقتي بقى اتفضل، مع السلامه. عشان عايز اقيل. يعني ايه؟ يعني اقيل اللي يعني ايه؟ ما سمعش عن القيلوله؟ عايز اقيل يا عبد الجبار. ايه يا حبيبي ده؟ عبد الجبار، خد حسونه بيه للزنزانه بتاعته، وحدد لي ميعاد مع سليم ابو زيد الساعه 6. اتفضل يا حسونه بيه. مش هفهم عملت ايه؟ بعدين بعدين لما اقوم من النوم هبقى فاهمك كل حاجه. المهم ساعه حكم البراءه ترمي يمين الطلاق. طلاق ايه؟ بعدين يا حسونه هفهمك كل حاجه. حكم البراءه في جيبك يا حسونه. مع الف سلامه. مع الف سلامه. اتفضل يا بيه. انا شرفت، مع السلامه. الدنيا حر عبد الجبار. فضلك وتصيف في اسكندريه. رطوبة يا عبد. أحسن من الحر. على رأيك. ايس كريم كلوكلو، ايس كريم كلوكلو، ايس كريم كلوكلو. يا خبر، معاد المتر مع سعادة الباشا. يا متر،
عبد الجبار. ايوه حسونه بيه. عارف لو طلع نصاب هعلقك من رجليك لان انت اللي عرفتني بيه. نصاب ايه يا حسونه بيه؟ ده محامي كبير. انا جاهز يا عبد الجبار. حفظت الكلمتين اللي هتقولهم للمأمور؟ حفظتهم. انا هروح اقابل الضحيه وارجع اسمعهم لك، لا تتلخبط قدام الراجل، ما انا عارفك حمار. بلا شله ادب. مذكرة حقوق الإنسان يا متر. إزاي؟ إزاي يوم؟ الحمد لله. جبت القلم والورق منين يا ولد؟ أنا هوديك التأديب. كلها غلطات إملائية. دي لو أراها حد من المسؤولين يستخسر فيك حقوق الحيوان مش الإنسان. في هنا حد درعامي؟ أنا يا متر. خد دي خليه راجعها وانسخ منها 1500 نسخة. حاضر. 1500 نسخة؟ ايوه، علشان نوصل لحقوق الانسان لازم تعدي على 1500 حيوان، يا حيوان. زنزان سليم ابو زيد فين؟ اللي بعديك طوالي. انتري. صباح الخير يا سعادة الباشا. قصدك مساء الخير. مش معقول. دم سعادتك زي الشربات يا سعادة الباشا. تشرب جنزبيل؟ نعم. جنزبيل. جنزبيل. والله سعادة الباشا لو عرق سوس يكون أفضل. أوكي. تفضل. تفضل. تفضل يا باشا. إيه ده سعادة الباشا؟ بني آدم. إيه؟ مش شايفه؟ العفو سعادة الباشا. العفو يا فندم. تفضل يا باشا. تفضل. والله خساره ايامكم يا سعاده الباشا، وطلع لي الايام دي في احزاب ومعارضه. كان يقدر كلب يفتح بقه ايامي؟ يوه يا نهار اسود، كان راح ورا الشمس. شمس ايه يا اكسلانس؟ هات الكوبايه من فضلك، هات الكوبايه. ما كانش راح اي حته. مره كلب من بتوع الافكار. ايوه فهمت. لسن على النظام وهو نايم مع مراته. ايوه. يظهر كان بيحاول يداعبها قبل ما يناموا. يداعبها يداعبها قبل ما يناموا. وحياتك عندي كليته الكلاب. ايوه فاهم. كليته ايه يا فندم؟ انت ما تعرفش ان انا كنت مربي كلاب لاعداء النظام؟ انا اول مره اسمح. شوف. ايه شوف ايه؟ حوري لك. يا نهار اسود. مرة كلب من الكلاب دي كان موجود في الأوضة وأنا مش واخد بالي وحبيت أتفلسف، وحياتك ما كان منه إلا إنه راح حابرني في شوف، أي كلمة صعبة غامضة مثقفة على طول الكلاب دي تاكل اللي بيقولها. الحمد لله اللي أنا كنت أيامي حمار ولسه لغاية دلوقتي برضه حمار. انت بتهزر معايا ولا ايه؟ انت بتكره الدعابه؟ انا بشده ازاي؟ انا اكره دعاب سيادتك؟ ده انا اساس الدعابه. ده انا. السلام عليكم. بس الكلام ده جديد خالص، ما ذكرتوش في المحكمه ولا في النيابه. ما كنتش اقدر يا بيه. ومين المحامي اللي كتب لك المذكره دي؟ بره يا بيه. بره؟ بره فين؟ على باب اوضه سعادتك. بقى معقولة تخليني اسيب المحامي بتاعك مقطوع بره على باب اوضتي؟ الاستاذ المحامي اللي بره يتفضل. عاوز النقابة تبهدلنا يا حسونة؟ احنا ناقصين وجع قلب. ايه ده؟ حسن عبد الرحيم المحامي، عضو نقابة رقم 134592. ولابس كده ليه؟ اختلاف بسيط مع السادة القضاة فبعتوني شهر عندكم. يظهر سيادتك جديد في المنطقة. أنا مش عايز سيادتك تزعل، أنا متعود على كده.
المذكرة هرفعها بالطريق القانوني، وحبلغ سليم أبو زيد، وحقدم استقالتي لو كسبت القضية. الطيب أحسن يا سعادة الباشا. ودين أموريك حرميك للكلاب. اهدى سليم. معلش يا سعادة الباشا، أنت فاكر أيامنا راحت؟ بكرة نرجع. فلا الله ولا فالك يا راجل. بص المذيعة دي زي الأمر إزاي. أنا سليم أبو زيد بخلي حسونة بتاع المخدرات ينفعك. ربنا يخلصنا منكم انتوا الاثنين. خدوا عبد الجبار وخليه يشرب من ترمس اليانسون عشان أعصابه تستريح. يلا بينا يا سعادة الباشا. يلا يا سعادة الباشا. كده معقول في امل تاخدوا حقوقكم بعد 100 سنه؟ بياضها وقتها لي. ولا ايه رايك يا سليم؟ سليم حاف كده ولا كاسهلهم؟ ما تعترف وتخلص. شفت اعترف يا متر؟ مالوش لزوم الكلام ده. ايه قلت ايه؟ اعترف بايه يا جدع انت؟ انت جننت؟ كل الحاجات اللي انت عملتها دي ما فيهاش حاجه تعترف بيها. انا كنت عايز اعتدي على مراته يا سيدي. دي بدل غيرها. قصدك ايه؟ بقول لك ايه؟ قصدي تروق احسن لك. احسن لي؟ البندقية يا سعادة الباشا. انا هديهم معاهم يشرفوا لك غيرها. يا راجل سيبك منهم دي اسمك. خش شد السافون. يا عبد الجبار عايزك تثبت محضر بالحاله دي ارجوك. اضرب يا سليم اهو. حرام عليك. قبل العلاج او اي حاجة عايز محضر اثبات حالة. سوق قبل ما اي حد يعمل فيا حاجه او يشيل نقطه دم لازم يتكتب محضر. قلنا لك محضر في السجن يا حسن. لا 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 انا عايز محضر هنا، محضر مدني. اطمئن. شوف لو استنينا نعمل محضر هتموت. لا 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 انا كنت بتضرب ليه؟ علشان يتعمل محضر. ولو شلت رجلي تاني هبلغ فيك نقابه الاطباء. سوق اعملوا له محضر واحنا بنشتغل. اطمئن. ازيك يا دكتور؟ اهلا. وازاي امي؟ الحمد لله. ايوه يا متر اطمئن. ممكن ننتهز فرصة ان العلاج هنا مجانا واتعالج بالمرة من كل الامراض اللي عندي؟ ارجوك تخدمنا الخدمة دي. كده رقبتي هتتكسر. عشان خاطري. عندك ايه؟ لحمية. مناخيرك ما هي سليمة اهي. مش مناخير انا، مناخير مراتي. ايه؟ يا دكتور زي ما اتفقنا. اطمئن يا دي النيل. انا مش هطمئن غير لما اعمل لها العملية. حاضر حاضر اطمئن. تاني نزل الواد العجلة وحسب لا تتجرح. ليه كده يا حسن؟ ليه؟ هو كل مرة؟ خلاص يا حبيبتي خلاص. مين اللي عمل فيك كده؟ سليم أبو زيد. اللي كان يراودني عن نفسي. نعم يا أختي. برافو يا عصمت، حافظة دورك كويس. دلوقتي بقى تاخد الحيوان بتاعك ده بره علشان أقعد مع مراتي حبيبتي شوية. يلا يا حبيبي. يلا.
بابا ايه اللي عمل فيك كده يا بابا؟ يا دي النيل على بابا. يا ابني انت لو اتجوزت هتخلفني، خلي الواد ده يخرج من هنا عطيه، مش عايز اشوفه غير لما اخف وابقى طوله. طب يا حسن اهدى انت بس. حاضر. معلش يا بلبل، ها بابا اصله تعبان شويه، هريحه وابقى انده وش يلعب في العنبر اللي جنبينا. يلا. معقول يا عطيه؟ طب ازاي؟ انا محامي يا عطيه مش بهلوان. مش انت اللي خرجتهم؟ ايوه حبيبتي عشان اتكلم معاكي شويه. تعالي تعالي. انا عايز اقول لك على سر. سر ايه؟ في ناس هنا بتحضر ارواح. بسم الله الرحمن الرحيم. مستخبيين من الحكومه هنا في القصر العيني، لابسين لبس ممرضات ودكاتره لا يمكن تفرقيهم عنهم. انت بتقول لي الحكايه دي ليه؟ اصل عشان عايز احضر روح امك عشان اشوف اذا كنت هكسب القضيه ولا لا. اشمعنى امي يا حسن؟ ما تحضر روح امك. اصل انا عيان، انا عيان عطيه وما اقدرش اخد الحقنه. حقنه؟ مش هتحسي بيها خالص، هتاخدي الحقنه من هنا وتحسي بولا حاجه من هنا، وهوب روح امك هتيجي على طول. ضروري امي يا حسن؟ دي قضيه كبيره عطيه، ما يجيبش قرارها غير روح امك. فين يا عطيه؟ مع السلامة يا عطيه، مع السلامة. هما واخدين ماما ورايحين فين يا ابو علي؟ ابو علي اهو كده تعجب. ايه في الباقي الباب وتعالى ما اقول لك. انا مش فاهمة حاجة يا حسن. تعالى عدني يا حيوان. يا سلام، الراجل مننا مخلوع عجيب، يبقى مش طايق مراته، لكن لو جرى لها حاجة أو نسمة هوا مست شعره منها يبقى عايز يفديها برقبته. ما هو مش معقول كمان 15 سنة نايم مع كباس طول الليل. هي هتعمل العملية؟ أيوه. وافقت؟ الله، أنت مش شفتيها لما عملت لك كده؟ فتحي ايوه، تروح لحسونه محرم في السجن تاخد منه 500 جنيه، لو مرضاش قول الاستاذ تعبان مش هيقدر ينزل الجلسه. يلا يا تحش اتحرك بقى يلا. ازيك يا مات؟ اهلا يا حبيبي. يا مات ده محامي كبير قوي. يا مات سامعني؟ خلاني انا وصلت. ايدك معايا يا خالتي حياتك. عيني يا ابني. ربنا يخليهم لك. ابني روح اقعد هناك. محكمة. ايدك يا خالتي معانا. حاضر يا ابني. يا نبي يا ولية معانا. لا ملوش لزوم. اتفضل يا استاذ. شفته؟ القضية حضرات المستشارين بسيطة. بسيطة واضحة. عدي النقطة دي. أعديها إزاي يا سيادة الرئيس وأنا مدشدش بالطريقة دي؟
ان هذا الوحش الكاسر. خش في الموضوع يا استاذ حسن احسن لك. المره دي مش مجرد شهر سجن. يبقى اقعد ونسمع الشهود احسن. احسن. الاستاذ عصمت عبد الحميد يتفضل. تتفضل يا سياده الرئيس. انثى. تتفضل يا حسن. بلاش انت يا خالتي عشان ايدك تقيله. طيب اتفضلي يا نسا. هو مين فيهم سليم؟ مش عرفني. هو كان راودني انا ابو نضاره. فين عصمت عبد الحميد؟ أنا عصمت عبد الحميد يا سعادة البيه. إزيك يا حسون؟ الله يسلمك يا عصمة. شفت مراتي؟ اتكلمي يا انسه. مدام يا بيه. اتفضلي يا مدام. كنا يا فضيله القاضي مستورين نفطر فول ونتغدى فول. ونتعشى حته جبنه بردك مدعوكة في الفول. كان اياميها حسونة بيشتغل بالقصعة. كان شريف ما كانش حرامي زي ما هو دلوقتي. ولا كان يفهم حاجة في الكمارك ولا الاستيراد والتصدير. مش بالقوي كده بالبروكة تقع وتنهض فوق نافوخك. وفي يوم يا فضيلة القاضي صريت الغدا في منديل ورحت له. قام شافني المجرم ده. اخرجه. ما انت اللي تخرج. كملي يا حلوه. انا بلجأ للصحافه للحريات. الله، دلوقتي بتتكلم عن الحريات يا سليم؟ وبعدين هناك. وبعدين يا حلوه. كملي يا شطر. كملي يا حلوة. واللي يدوسلك على طرف اذبحه. حسن مش فاكرة يا حسن. فكرني. ابتدى يلف ويدور عليا. اه. صلوا على النبي. ابتدى يا بيه يلف ويدور عليا. وانا اقول له عيب يا بيه. ما يصحش يا سعادة البيه. داني مرات راجل وحرة. الراجل من فجره يقول لي نطلعك منه. وماني ايه بقى؟ سرحت في وشه. ومبتدى يبعت رجالته ورا حسونه، مره بالتهديد ومره بالترغيب. بالايه؟ في فلاحه تتكلم لغه عربيه فصحى؟ يعني انهم قعدوا يقولوا له عايش طول عمرك تاكل لحمه. ما تزعليش يا حلوه. ده كلام يا سليم بيه برضه؟ ده كلام؟ دي مؤامره. لحد يا بيه ما لقيتهم في يوم جايين يقولوا لي احنا ظبطنا جوزك جرر جمالين حشيش، تسلمي ولا نسجنه؟ انا قلت لهم ينحرق، ينحرق ب 600 حرقه. انا ست حره والشرف روخر لا يكيل بالبتنجان. سجنوه. اه يا قاسي، دي قله ادب والله. كانوا مبهدلين البلد. روح اقف جنب القفص. اول ما القاضي يحكم امسك في رقبه حسونه عشان يرمي اليمين. تريح يا حلوه. ها. حكمت المحكمه حضوريا بحبس المتهم سليم ابو زيد 5 سنوات وبراءه حسونه محرم زوج الشريفة عصمت عبد الحميد. ارمي يمين الطلاق لموتها. ارمي يمين.
ارمي لمين؟ ارمي يا ابن الكلب. اديله. ارمي. اخبط انا جوزك. عيب جوزك. ارمي يا ابن الكلب. يا صبابه. تعيل. خش. ده حاجه تقرف. الواد جه من المدرسه؟ لسه. حلو حلو قوي قوي. اعمل لك ايه؟ ما انت بتعيط. في حد يعيط علشان حيوان زي ده وبتتكلم كمان؟ اديني عطيه. اديني علشان انا. اديني يا حبيبي. هو في اي حاجه؟ لا ما فيش اي حاجه. ما تاخديش في بالك يا شيخ. ده جيل مش متربي. هو ده لو كان اتربى كان يتصرف تصرف زي ده. هكسر لكم الشقه. عاوز مراتي يا حراميه. انت اهبل يالا. ما هي واقفه جنبك. بس يا حبيبي اهدى. اوعي. خلاص يا فندم. اوعي انت خالص. اوعي. اوعي دول 4 سنين في الصحراء. اهدى يا حبيبي. اهدى يا ولد. انت تخرس خالص. حاضر هخرس يا حيوان. تعملها وتقول لي اخرس. يا حبيبي مش انت اللي بتقول لي اخرس. في ايه؟ يا عالم انا اللي في مصيبه. انا مش فاهمه حاجه. يا عصمت يا حبيبتي الحياه كر وفر. كسبنا جوله وبنخسر التانيه. ما تهددش الدنيا. يعني ايه؟ اسكت يا حيوان. خليني اكمل كلامي لاخبطك حكاز اجيب اجلك. كده اهو. كده اهو اختك تموت بالرعب بسببك يا عصمت. كده اهو. بسببي انا برضو. يا حبيبتي مشكلتك دي مسؤوليتي الخاصه. انا هحلها. خلاص. خلاص. خلاص يعني ايه؟ يعني اتفضلوا تهونا من هنا علشان استريح في بيتي وامارس حياتي الطبيعيه قبل الواد ما يجي من المدرسه. تعالى يا حبيبي. على فين؟ تعالى على المكتب. تعالى. انا مش بفهمك دايما في المكتب. طبعا فين؟ نخش الاوضه. اوضه ايه؟ ده جرس المدرسه بتاع الواد ضرب بقاله نص ساعه. انا تعالى يا ابو علي. الشمبر دلوقتي ب 20 جنيه. شمبر ايه؟ دلوقتي شنابر. الواد زمانه جاي من المدرسه يا شيخ. ما هو انت ما انتش عايز تفهم يا فندم. افهم ده ايه؟ 4 سنين في السعوديه ب5 سياحه نافوخ. السيده اسعد عبد الحميد. يا فندم. معانا حكم عليكي بالطاعه لصالح جوزك حسونه بيه محرم. هو لحق رفع قضيه وكسبها؟ ايه البلد كلها حسن سبانخ؟ جرايه فتحي هتقف في حسن كمان. اتفضلي معانا. نفذ الحكم. بلاش تستعمل الروح. حسب يا عمر انت. يعني عجبك الهباب اللي انت بتهببه ده؟ بقولك ايه؟ ايه؟ اوعى تغلط غلطة كده ولا كده. حاضر. اهلا وسهلا بالنسايب. اول حاجة المسكن غير شرعي. ده مكتب مش منزل زوجية. بس هي تلين وانا قاعدها في قصر. اذا كان كده معلش. يعني ايه معلش دي؟ اتفقنا على ايه يا حيوان؟ في حاجة يا استاذ صبانة؟ لا 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 استاذ فتحي السيد اخو الهانم. الظاهر الضربة اللي خدها على دماغه جامدة حبتين. اخو الهانم اسمه فتح السيد وهي اسمها عصمت عبد الحميد. اخوها ازاي؟ الغرابه يا حسونه بيه ان سيادتك بتتصدق في حاجات هايفه بشكل. اخوها من امها يا سيد. ايه يعني صعبه دي؟ لا 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 اسمع يا متر حسن. سيبنا بقى من الحركات دي. احنا خلاص بقينا نساي وانا مستعد يا سيدي لاي طلبات تؤمر بيها. لكن طلاق لا. ايوه بس احنا ما اتفقناش على كده يا حسونه بيه. يعني ايه؟ هتلاقي عريس احسن مني؟ اغنى مني؟ مش المساله بس انت حرامي. يعني انت اللي عدل قوي يا اخويا. انا مش حرامي حسونه زيك. انا نصاب. انا انصب على زبون في 50 جنيه في 100 جنيه ولو لقيته هينضر ما انصبش. لكن انت بتمص دم الناس بتسرقهم في عافيتهم وصحتهم وقوتهم. لا انا ما احبش كلام الشيوعيين ده. لا انا هزعل منك. هزعل منك حقيقي. صبانر والشيوعي. ده رأي حسونة بيه. الله. هو احنا جايين نزعل ولا نصالح؟ مش معقول. اتفضل يا فتحي بيه. اتفضل يا ساعة البيت. اتفضل استريح. اهلا يا حسونة. اسمح لي اقول لك بقى يا حسونة حاف كده. مفيش مانع. تعجبني نظرتك. تشرب. اشرب من ده. دوبي. وشب حليب الحيوان ده.
قصدي لسعاده البيه. قوي قوي. اوامرك يا متر يا حبيبي. لا ابدا، هم شرطين حسونا بيه. شروطك اوامر يا عصر. الله يخليك. الشرط الاولاني انك تبوس على دماغ الحيوان ده. قوي قوي قوي. شرطك التاني؟ الشرط التاني انها توافق بس. مزرجنة طول الليل وانا معاها في الاوضة بس مزرجنة. اجيلها من هنا اجيلها من هنا مفيش فايدة. اتحايلت عليها، ملست على شعرها، وطيت ابوس ايديها ورجلها لا مؤاخذة، ولما تعبتني قلت اشد معاها، رحت شددها من الفستان راح طالع في ايديا بقت ملبوس. بس يا ولد اقعد 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 لاخبطك عكاز اخلي نفوخك في الفنطاس. اقعد. اصل يظهر الخبطه كانت جامده على دماغه حبتين. انا بقول الاستاذ يطلع لاخته ويفهمها ويعقلها ويرجع لنا بموافقتها. ابوسك يا عسل. الله يخليك. يا عبد الجبار. عبد الجبار افندم سعاده البيه. الله. انت بتشتغل مع البيه يا عبد الجبار؟ في الاجازات يا متر. في الاجازات. خد البيه العضلات ده يا عبد الجبار، طلعه للست هانم فوق وسيبوهم لوحدهم عشان يتفهموا. اتفضل يا استاذ. اتفضل. صح يا متر، صح يا ابو المفهوميه. عليا النعمه هتتنغنغ اخر نغنغه. سيبيها يا زينه، حسونا بيه امر نسيبهم وحديهم. انا هموت نفسي. وانا هموت جوز اختك لو ما نفعتش اللعبه المره دي. لعبه ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هنهرب كده اهو. هو قال كده. يا سلام، الجو مش معقول. هو الحقيقه يا حسونا بيه الوضع غريب شويه. انهي وضع؟ مش عارف بس هو غريب شويه. اذا كان قصدك على البلد اسمح لي اقول لك ان الوضع مش غريب ولا حاجه. ازاي؟ دي الناس هتقع من طولها. اقعد يا راجل اقعد، دي الولاد عفريته. النفر منهم بيكسب قد ما كان بيكسب 10 مرات. الموظف بيشتغل صبح وبعد الظهر وبالليل. سواق التاكس بياخد البندره دبل. والفلاح بيسرق المحصول. والوزير زي ما انت عارف. مفيش غلبان في البلد غيرنا احنا. نفضل نشتغل زي الحمير وفي الاخر يحسدونا. اشرب يا راجل اشرب، ملعون ابو الحسد. الحسد. والله يا حسونة انا معاك في حكاية الحسد دي. اهو مراتي مصر من يوم ما عملت اللحمية والجيران نازلين نق علينا. مش عارف اسعد معاها اللحظة، مش قادر اتمكن من ممارسة حياتي الطبيعية. اللي محيرني يا حسونة ان في سؤال، هل هناك علاقة بين اللحمية والحياة الطبيعية؟ انا اللي محيرني بقى سؤال تاني. اتفضل يا فندم. هو الرزيل يفضل رزيل لامتى؟ والله الحقيقه مش عارف، مسألة نسبية أصلا. بس أنت راجل سكر والقعدة معاك ما تشبعش منها، والهانم هتتهنى معاك. يا ريت بقى تشوف لنا عبد الجبار يمدح لنا على تاكس عشان نروح. يا عبد الجبار مش تستنى لما الهانم توافق؟ توافق إيه يا راجل؟ أنت جننت؟ قصدك إيه؟ قصدي توافق غصب عنها وعن أخوها. أنت لعبد الجبار دي اللي عملته معاك إمبارح دلال حريم لا أكثر. أنت قلت لها هاتي بوسة؟ لا. بقول لها هاتي بوسة. يا عبد الجبار طلع عربية للبيت. ملوش لزوم يا أستاذ حسون. إزاي؟ ده إحنا هنبقى أنا سايب. يلا. ده تخمين عن اللي شغالك أنت كمان. سيبوني ياخد مني مراتي بالساهل في الأرسي 4 سنين في الصحراء. انت كنت تعبان؟ اسمعي يا اختي، طلاق مفيش. انت مراتي على سنه الله ورسوله. ازاي بس يا حسونه بيها بقى مراتك وانا على ذمه الراجل ده؟ نعم يا اختي، ده اخوك حتى شبه. لا لا مش اخويا، ده جوز. انا متجوزه بقى لي 2 سنين، وبعدين احنا عملنا كل ده عشان ننقذك. يطلقك ده بعدك غصب عنك حتى
طلعها. انا اتفقت مع صبانخ ان انا اتجوزها، ولسه قايل لي تحت ان انها هتتهنى معايا. كذاب وابني كذاب، ما تسيبوني اموته. تموت مين يا حسن الكلب؟ سميح تعال اسمع، اعمل حسابك ان انت مراتي. سيبونا موته. ده صبانخ ده انت بقى ولد، انت بقى ولد هتنفخ القميص. انت بقى احتفوا بره وبكره هيطلعوا غصب عنه وعن صبانخ. هدي بوسه. الله، ايه اللي مخرجكوا بدري يا حلوين؟ اصل النهارده نص يوم. نص يوم، النهارده نص يوم. حلو، حلو قوي نص يوم. ايوه. في حد هنا؟ لا. البنت اختك والحيوان بتاعها ما جوش؟ لا. لا، غريبه. ايه في ايه؟ لا ما هو مش معقول كمان. ده انا ده مكتب اكل عيش، انما العمال اللي بيعملوها مع بعض ليها اماكن تانية. انت بتقول ايه؟ وكمان مش معبرين. مين دولت اللي مش معبرين؟ الست اختك والحيوان بتاعها، شوفي بيعملوا ايه في المكتب بتاعي. تقصد ايه يا حسن؟ والله اقصد اللي اقصده بقى يعني. العملية وعملتها. مال ايدك؟ واختي كمان هتلسن عليها. لا اله الا الله. رجلي خفت عطير. رجلي خفت. انا من غير عكاز، انا من غير عكاز يا عطية. رجلي خفت يا عطا، ايدك فيها الشفا. حقيقي ايدك فيها الشفا. برافو عليك يا عطا. مالك يا حبيبي؟ في ايه يا اخويا؟ انا فين يا عطية؟ انا فين؟ فين معصوص الرقبة اللي هنا؟ عطية، عطية، مش بتري دي حاجة حاجة؟ وانت ازاي؟ عطية، تتجوزي اتنين عيال خالص؟ الواحدة فينا مش مستحملة راجل، تتجوزي لي اتنين؟ أفهمك بقى. فهميني إيه بلاش هنا؟ فهميني إيه؟ فهميني إيه؟ وما قالكيش؟ محدش قال لي حاجة. وإيه النيلة دي؟ متجوزاني كوبانية؟ مش عارفة أتكلم معاكي في حتة؟ بنت ولدت قطة غوا. تعالي دي حولة الكنيس من ناحية. تعالي تتجوزي لي اتنين يا عصمت؟ اتنين؟ ده حسن لوحده مبطل عينيا. يا ستي هو اللي قال لي على كده، هو اللي زقني على النيل. انا يوريني فيك يوم يا حسن، يوريني فيك يوم. وبنت حسونه بيه، بنت عملت ايه بالفوطه دي؟ اصل هم حاطين كاميرات تلفزيون عشان يصوروا. يا لهوي، دي عصابه دي ولا شركه؟ هتكلمي يا عم يا هتتسجني يا عصمه. اللي تتجوز التنين تتسجن، تتسجن. لا مؤاخذه يا استاذ، الميه قطعت الحمام، ممكن نصلح المحبس؟ لا، معانا كلينك. لازم يا حسونه بيه. هو ايه اللي لازم؟ مفيش حاجه اسمها نسدد خطاب الضمان. احنا نعلن تفلس الشركه ونعمل شركه باسم جديد. انتوا ايه؟ اول مره تشتغلوا معايا ولا ايه؟ امرك يا حسونه بيه. اوعى يا جدعان، اطلع. ابعد يا صبان. عيب يا حسونه بيه. ابعد.
انا هفهمك على كل حاجه. استناني بس. ابعد عني. انت قول عباد يا حسونه بيه عيب تروح فين. ابعد. بعدين بقى يا رب تفوت. اوعى اوعى اطلع على فوق يا ريس. فوق فين؟ اعلى ما عندك يا حيوان. عايز احسب اتجاه الريح. انا مندوب الارصاد. اطلع يا حسونه بيه. لا بيه ولا دفن. ابعد عني. انت قول عباد. يعني مش عاوز تطلع؟ لما تطلع السما. ما انا طالع اهو. وانا نازل. انزل يا اسطى. وانا كمان نازل. انزل يا اسطى. اطلع بالونش يا غيرها. يا نهار زي الفل. اطلع يا بالونش يا اسطى. قصدك ايه؟ احنا بنلعب. اسمع يا غيرها انت. ما هو طلاق مش هطلع. ما البنت كمان كده هتتسجن. يطلعها الحمار المخطط التاني. اهو ده الكلام. قصدك ايه؟ اصل لازم نتفق ازاي نخليه يطلع. لعبه من لعيبك دي. اطلع اعلى ما عندك يا اسطى. يا حسونه لازم تثق فيا. اطلع اعلى منه يا اسطى. اثق فيك ازاي؟ هدوخ. انزل يا غيرها انت. انزل. انا بقى ما دختش ولا حاجه وهفضل وراك لحد ما تثق فيا. يا حسونه انا طلعتك من 90 سنه مش هقدر اطلعك من عيل. انزل يا اسطى. انزل يا اسطى. مش كده برضو؟ بس انا عايز اقولك حاجه حسونا بيه. الشنطه احلى من اللي جواها. علي النعمه انت عسل وتستاهل الشنطه بالدولارات اللي فيها. وعلي النعمه انت قعدتك ما يشبعش منها حقيقي وبجد يا حسونا بيه. ما يشبعش من قعدتك ولا من شنطتك. حلوه بايخه مش كده؟ تشكر يا سيدي. ومن بكره صورتك هتنزل في الاهرام قد كده. حسن صبانخ المحامي العام لشركات اتش ام هسونا محرم وشركاء بالانجليزي. او كده او كده. انت تكبر وانا اكبر. مظبوط. وطلبك التاني اهو. والنبي ما تتعب نفسك يا حسونا بيه. يا راجل عيب ما تقولش كده. الهانم تروح بيت العيله ومعاها 150 كرتونه بيض و150 كرتونه فراخ و30 صندوق تفاح امريكاني اكسترا و300 علبة سافو بقى وحياتك بالمرة. و400 علبة سافو بالمرة. علي النعمة انت قعدتك ما يشبعش منها. علي النعمة انت عسل. تحت امرك يا بيه. حياتك عايز شنطة من دول. لا يا حبيبي مش دي ولا دي. ايوه هي دي. ايوه زي بتاعت حسونه بالظبط. نعم. تمنها كام؟ 38 جنيه. شوف انا هديك 40 جنيه وهعدي عليك بعد نص ساعه تكون عملت لها كيس قماش تين ناديه على قدها بالظبط. نعم. الله جرايه حيوان. انا بتكلم انجليزي. طب اقول للمعلم. اكون انا اتكلمت في التليفون. عايزها ب 40 جنيه بس نعمل له ليها كيس تيل نادي. ماشي يا بيه. الو مطبعة الاسماعيلية. اديني حسين وحياتك. حسين عبد القادر. ازيك يا حسين؟ انت حسين؟ ازيك يا حسين؟ انا حسن سبانخ المحامي. ازيك وازاي يمك؟ ده انت اللي وحشني. اعمل لك ايه؟ ما انت بقالك 10 سنين ما اتعملتلكش ولا قضيه. اسمع يا حسين انا عايزك في موضوع هام. عمليه صغيره كده مضمونه 100%. لا 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 ما تخافش عيب. لا 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 ما انت لو اتقفشت انا هطلعك براءه. انت مش فاكر ولا ايه؟ طب يا حسين انا جاي لك حالا. ايه اللي معاك دي؟ دي شنطه عشان اخد فيها الدولارات. طب ما تاخد شنطتي وفيها الدولارات. لا الدولارات كفايه. انا ما احبش ابقى تقيل. ومغطيها بملايه. عليا النعمه انت راجل عسل. وعليا النعمه انت راجل ما شبعش من قعدتك. ورينا قاعد اصطاد شويه. حسونا بيه؟ في ايه؟ الخط ملخبط يا فندم زي ما يكون حد عايز يكلمنا ومش عارف. خير. يا حسونا بيه؟ نعمين يا بت.
سيادتك. يا ريت سيادتك تأمر لنا بقى بشنطة الدولارات. ها ومستعجل ليه يا راجل؟ الله، احنا هنرجع في كلامنا ولا ايه؟ عيب يا صبانك، ده احنا نسايب. نادية هاتي له شنطة السامسونايت. حاضر يا فندم. مبسوط يا ابو نسب؟ الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. يا 19 ردوا ردة المية في زوركم. شنطة يا فندم. متشكر قوي 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 يا أنسة. أنسة لو سمحتي بقول يا ريت تشيلها لي في دولاب حسونة بيه شخصيا لغاية ما باخدها بعدين، أحسن أخاف أنزل بفلوس دي دلوقتي. تحت أمر سيادتك. على إذنك. حسونا بيه محرم؟ لا، حسن بيه سبانخ. حسونا بيه محرم هناك. حسونا بيه محرم. ايوه انا. احنا اسفين يا فندم، معانا اخبارين. في عندك دولارات؟ ان عندي دولارات؟ وماله لما يكون عندي دولارات؟ هي البلد جرالها ايه؟ انتوا لسه ما تعرفوش ان الدولارات مش ممنوع عندنا. ايوه بس لما تبقى مزيفة يا حسونة الوضع يختلف. هنا مزيفة؟ شوف يا حظابط، الشنطة دي مش بتاعتي، بتاعته هو عليها بصماته كمان. مين قال انها بتاعتك؟ دي بتاعتي وعليها بصماتي، بس هما جايين علشان الدولارات اللي جوه المزيفة اللي في الدولاب بتاعك. ادخل فتش جوه، هات الشنطة اللي جوه. فندم. ميرسي يا حسونة، ميرسي قوي قوي يا حسونة على الدولارات اللي مش ممنوعة يا حسونة. التليفون الصلاح يا فندم. ملعون ابو اللي مشغلك. سيب رقبتي يا حيوان. جبت ورقه الطلاق يا عطيه يا عصمت؟ معقول اغيب يومين الاقي الواد ده موتني كده؟ كل دي بتاعتنا؟ بتاعتنا دي يا حسن؟ لحقت سافرت السعودية وجيت؟ كله عندي سعودية. اشمعنى السعودية؟ ما يمكن ليبيا ولا العراق. حسن، ايه؟ مش الفلوس دي بتاعتنا؟ اصبري بس عطية. بقول لك ايه يا عصمت؟ كل اللي مجننه فلوسه، ما تيجي نديله فلوسه ونخلص. انا مش قلت لك 100 مرة تغسل سنانك بالفرشة قبل ما تيجي يا فتحي؟ دي ما بقتش عيشة يا اخي. قومي بقى قبل الواد ما يجي من المدرسة. في ايه يا عشمة؟ اوعى تكون عملت حاجة كده ولا كده. كده ولا كده ايه يا عطية؟ ده انا بلعب. بلاش هزار. ماله الهزار؟ الحياة بقى شكلها ايه من غير هزار؟ والفلوس دي رخرة هزار؟ ايوه عطية. وان شاء الله امتى ربنا هيخلصنا بقى من اللعبة دي هات ويبقى لنا فلوس. شوف يا عطية، عمرنا ما هنخلص وعمرنا ما هيبقى لنا فلوس. هفضل اطلع من لعبه اخش في لعبه، اطلع من لعبه اخش في لعبه لغايه ما اموت. اه لا بقى، ده شغل جنان. شوفي، مادام قلت شغل جنان يبقى انت بالبنطلون بتاعي. اوه، مادام قلت شغل جنان يبقى انت ابتديتي تفهميني. انت عارف الناس بتخش صلاه المجانين ليه؟ ليه؟ عشان عايزين يفهموا كل حاجه حواليهم. عايزين يوزنوا كل حاجه بميزان العقل. عشان كده دخلوا صلاه الطاقه. اسمع
ما الله عليكي. انا بقى ما عنديش استعداد ان انا اخش السرايا الصفراء. البس هدومك يا حسن. الانسان لازم يعيش حياته الطبيعيه يا عطيه. هفتح نافوخك واوريك ان الدنيا فيها ناس عاقلين. عمرك ما هتفهمين يا عطيه. صدقيني الدنيا مجنونه وانا مجنون وانت كمان مجنونه. خليك في حالك انت. يا سلام. انت عايزك تفهميني انك انت لما تقطفي ملوخيه في الحصه ده شغل عقلين، ولما اختك ما تفتكرش ريح السنان فاتح الا لما شافت الدولارات ده شغل عقلين. بلش انت واختك. سليم ابو زيد، سليم ابو زيد لما يعذب الناس ويقول ان ده لمصلحه الناس شغل عقلين. حسونه محرم لما ينهب البلد ويغرقها مخدرات وبعدين الجرايد تهلله ده شغل عقلين. بقيت فيلسوف يا فالح. طول عمري فيلسوف بس انت الحماره. بس برضه بحبك. وده برضه مش شغل عاقلين. جامد سنانك من جوه بروز. اتفضل يلا من ناحية دي. ايوه كده قوي. تذاكر تذاكر يا استاذ، تذاكر يا حضرت، تذاكر. مصلحة، رئاسة الجمهورية، شرطة، عطية. احنا الزيارة. خير يا ميت؟ لا ولا حاجة عبد الجبار، نسيت فرشة السنان بتاعتي جاية اجيبها. ازاي؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. صبر طيب. ازيك يا حسونة؟ انت ايه اللي جابك يا جدع انت؟ انا مش رفضت زيارتك. حد يرفض مقابلة المحامي بتاعه؟ خلصوني منه. بلاش بلاش كده، البيت بتاعك يضيع. شوف حسونة، هما كلمتين. الجاكيت يا حبيبي، الجاكيت. الطلاق هيحصل هيحصل، هتاخد 25 سنة سجن ومن حقها تطلب الطلاق بعد كده. ولو بلغت انها متجوزة اتنين هيتضاف 90 سنة اياهم. فنتفاهم احسن. وانا هستفيد ايه لما طلاق؟ وانا ضامن اعيش 25 سنة تاني؟ هطلعك من القضية دي زي ما طلعتك من القضية التانية. انت راجل كذاب. يا ابني سيب الجاكيت عشان اعرف اشتمه. انا مش كذاب، وانت عارف كويس يا حسونة انك انت اللي ابتديت. وانا ايش ضمني؟ شوف يا حسونة، انت عارف كويس ان خلاصك على ايدي، وإلا كان زمان خلصت عليا برصاصة ما كلفكش 25 قرش. فبلاش نلف وندور. طلباتك غير دان. ورقة الطلاق تروح لها النهاردة، وسليم ابو زيد يخرج افراج صحي. حضرتك مين؟ لا لا مش معقول. ازاي؟ ازاي؟ وازاي يا امي؟ ايه؟ فيلا سليم ابو زيد؟ معاك معاد مع سعاده الباشا؟ قول له حسن بيه سبانخ. بيه؟ ايوه حسن بيه سبانخ. بس هم لغوا البهويه. يعني لغوا البهويه علينا احنا، هم لغوش البشويه عليهم هم. شوف يا اكسلانس، غريب قوي الطبع الغلابه اللي زينا. ما نجيش الا على نفسي. واللي يضربونا بالجزم يخليهم بهوات وبشوات، واخد بالك انت؟ علشان كده حيوان زيك مستقطر على بيه زي البهويه. لا للشيء الا لمجرد ان انا اسمي سبانخ. فانا عايز اقول لك ايه اللي جاب الراجل ده هنا؟ سعاده الباشا مش معقول. ازيك يا سعاده الباشا؟ وازاي؟ قال لي ان هو بيه. انت حيوان. لا ده مش حيوان، ده راجل امير. ده انا حوريلك يا سعاده الباشا. ارجوك ارجوك تسمعني يا سعاده الباشا. سعاده الباشا فين الكلام؟ مش مساله، مش محتاجه حاجه يا عبد الجبار. قبل سعاده الباشا فين الكلام؟ الله يخرب بيتك يا عبد الجبار. هو عبد الجبار بيشتغل عندك كمان؟ ما قلت لك هات لي عيش يا مت. انت حد عاشو؟ هات كلام. سلطان فوزي بس ازاي دول؟ Woo!
دي ستات الجمعيه. الو، ايوه، اداره مكافحه تزييف العمله. مش مهم تعرفوا انا مين، المهم تعرفوا ان في تاجر عمله مزيفه اسمه سليم ابو زيد. ايوه سليم ابو زيد، اياه بيستعد لتصريف كميه كبيره جدا من العمله المزيفه. انا راجل حريص على مصالح الشعب. وعملها حسن، اوعى تكون ناوي تعملها تاني ويسجنوك. لا خلاص عطيه، ما بقتش اقدر استنى عنك يوم واحد. الواد طالع رحلة لأسوان، هيقعد أسبوع. حلو، حلو قوي، ده هيبقى أسبوع كله حياة طبيعية إن شاء الله. نعم يا حبيبي، لو أنتوا طرقعوني بره البيت أسبوع ولا إيه؟ ولا أنت مش اتجوزت الحيوان بتاعك ده وخلاص؟ طب روحوا المكتب. فتحت الجلسة. اتفضل يا أستاذ. القضية التي أمامنا يا حضرات القضاة، إذا قلت إنها بسيطة وواضحة سأطلب شطبك من الجدول. بلاش يا سيادة الرئيس. القضية التي أمامنا يا حضرات القضاة معقدة ومنيلة بنيلة. إذا كان كده يبقى تتفضل. معنا أيها السادة في هذه القاعة، بل في قفص الاتهام، إنسان تجمعت فيه كل صفات الوداعة والنبل والشرف. حسون محر، منذ نعومة أصفاره ومنذ كان يحمل القاصعة فوق رأسه ويصعد بها على السقالة، إنه كان يتحمل بلاء هذا المجتمع. مالكش دعوة بالمجتمع، اتلم. ولعلكم تذكرون يا حضرات المستشارين تلك القضية التي أثبتنا فيها افتراء واستغلالية هذا الوحش الكاسر سليم أبو زيد. لقد خرج هذا الوحش الكاسر من السجن تحت ادعاء الإفراج الصحي. وكم من الجرائم ترتكب باسمك أيها الإفراج الصحي. بلاش قلة أدب، ادخل في الموضوع. الحكومة هي اللي أمرت بالإفراج الصحي عنه. لقد خرج لينتقم من موكلي، ذلك الإنسان الطيب الوديع الذي يعمل من أجل مصلحة الوطن واقتصاد الوطن ومعامل البلد الوطن. عندك دليل قدمه. شبعنا بقى من حكاية الوطن دي. كل واحد يجينا قلنا الوطن مصر، الوطن مصر، لما كلهم مصريين وكلهم وطنيين. مين اللي بيعمل الخراب ده؟ ازاي يا سيادة الرئيس؟ عندي الدليل. سيادتكم قدامكم صورة ودوانا فيها أرقام الدولارات بمعرفة الطبيب الشرعي. قدامنا دي يا سيادة الرئيس صورة من محضر البوليس مدونة فيها أرقام الدولارات اللي اتظبطت. الأرقام غير الأرقام. فعلا مختلفة. ببساطة ووضوح. بلاش حكاية بقى ببساطة ووضوح دي. اللي حصل يا سادة إن الدولارات اللي اتظبطت سليمة وصحيحة، ولا تجريم عندنا لحوزة الدولارات، ولكن لأن مراكز القوة ما زالت لها زيول في مصالحنا الحكومية، فلقد استطاع هذا الوحش الآدمي أن يغير الدولارات الحقيقية
بأخرى مزيفة قبل أن تصل إلى الطبيب الشرعي. هو عمل كده ليه؟ عمل كده لا لشيء إلا عشان يلبس موكل التهمة، موكل البشوش البريء. شفت أنا طلعت جدع إزاي؟ أنت طلقت وأنا هطلعك براء. وكان من الممكن يا حضرات المستشارين أن يظل موكلي في السجن لولا أنه تم في الأسبوع الماضي ضبط كمية من الدولارات الحقيقية، أرقامها مطابقة لأرقام الدولارات المثبتة بمحضر البوليس اللي انكتب لحظة القبض على موكلي. وهنا تكتمل الحلقة وتنكشف رأس الأفعى. عندك أقوال يا سليم؟ أيوه يا حضرة القاضي، أنا بعترف، أنا عذبت ناس كتير واضطهدت ناس كتير، ومنهم حسونة وغير حسونة، وزيفت دولارات واسترليني وين ياباني، بس هل معقول إني أعمل كل ده لوحدي؟ معيش ولا مساعد واحد؟ مين اللي كان بيساعدك؟ حسن عبد الرحيم وشهرته حسن سبانخ. حسن وكان كل شيء بيتدبر في بيته 12 شارع المساكن. أنا يا حضرات القضاء عندك شاهد؟ بشرفي لو جبت شاهد واحد لديله 15 سنة أشغال شقة مع النفاذ. أنا سعادة البيه كنت بشوفهم كتير بيتودودوا مع بعض. أنا حسونة يعني أكتب يا حضرات القضاء. بص ولا كلمة. طب عليا النعمة انت حضرتك زي الزفت بقى. وانت ولا حسن ولا حاجة. هيعملوا فيك ايه يا حسن؟ نقيتي فيها؟ ادي احنا هنقعد 15 سنة مش هنعرف نمارس حياتنا الطبيعية. انا كان نفسي اخدم سعادة الباشا بس الايد قصيرة. وانت بتيش واخد باله مني اليومين دول. الله. الله الله ايه ده لوحه. اللهم صل على النبي. انا ما شفتش نقش على الحجر بالطريقه دي. بقول لك يا سعاده الباشا ابعد عني يا جدع. انت يا عبد الجبار خد الجدع ده بعيد من هنا مش عارف اكسر الحجاره. ما انا هقول لسيادتك. تعالى دلوقتي يا عبد الجبار انا نفسي اعرف حاجه، انت بتشتغل مع مين بالظبط؟ انا قلت لك انا مع اكل عيش. والله العظيم انا عايز مصلحته هو الحمار. قول له اديني فرصه اكلمه كلمتين. شوف يا متر أيوه. انا ماليش دعوه، انتوا ناس اكابر تاكلوا بعض زي ما انتوا عاوزين، انما انا راجل غلبان. يا عبد الجبار افندم. شفت بقى؟ ما هو انت هتسمعني هتسمعني بالذوق هتسمعني بالعافيه هتسمعني. انت عايز ايه مني يا جدع انت؟ انا ههربك. مش عايز، حبيت تقطيع الحجارة. معقولة؟ تغور الحرية من وشك. طب والفلوس اللي باسمك برة مين هيصرفها غير انا وانت؟ نعم يا اخويا. بص فهمت؟ مش فاهم. مش مهم، أنا مرتب كل حاجة. عندك أنت زومر. شكرا يا بنت. شايل الغلق فاضي يا مدزون. أنت عندك فيها تفوت على فكرة. هتقول إيه يا نمة؟ بلاش قلة أدب، رجليك بايظة كان المفروض ما تتجنش وتفضل ورا الجاموسة. ورا جاموسة إيه يا مدزون يا نمرة ماسحة؟ دليل للتجنيد كان زماني سافرت ليبيا وجبت فلوس قدك ده. انا هطلعك تلم زي ما انت عايز. صحيح يا بيه. تعال انت بس ورايا.
يومين اتنين وبس يا نمرة انت وهو. انا على طول. بس انا ليا شرطين. اول شرط سلم لي دعمك. ثاني شرط فلوسك المتلتله اللي بره انا وانت 50-50. شوف يا بتاع انت يا سبانخ، دعني اوكي اسلمها لك، لكن فلوسي تعب السنين بعيد عن عينيك. جرايا سولومون، انت صدقت انها فلوسك؟ فلوس البلد يا ابو زيد. ايش ضمنك اني بعد ما اخرج من البلد مش هديك بومبا؟ بومبا ايه يا اكسلانس؟ ساعتها هنضم لجماعه باير من هوف الارهابيه وافقعك رصاصتين انتقاما للشعب، وابقى بطل واخد لجوء سياسي. ده طالع مع حسن سبانخ. امشي امشي حسن سبانخ.